أطل عليكم من منصة الأبطال ومن منصة الأحرار ومن المنصة التي دفع أبناؤنا وشبابنا دما طاهرا زكيا وهم يدفعون الليل بالنهار من أجل الوطن. منذ انطلقت ثورة تشرين كان هنالك شعارا مركزيا ما زال حتى هذه اللحظة تلتف حوله الجماهير والثوار في التحرير، في فلكة التربية في كربلاء، في ساحة الحبوب في الناصرية، في البصرة، في ساحة ثورة العشرين في النجف، في الديوانية، في السماوة، وفي كل المحافظات العراقية. نريد وطن. هذا الشعار كبيرا في كل معانيه، يعبر عن مأساة حقيقية لجيل من الشباب ذاق الأمرين في هذه السنوات العجاف وفي سنوات طويلة. ماذا يعني عندما يطلب الشباب والشيوخ والكهول والنساء والفتيات نريد وطن؟ إنهم يريدون وطنا يشعرون بالانتماء إليه، ويريدون وطنا قادته يمثلونهم تمثيلا حقيقيا. يريدون وطنا لأن الوطن قد سلبه الأشرار، لأن وطنهم قد بددت أمواله، لقد سرقوهم. لديهم تجربة لأكثر من عقد من الزمن أو 16 عاما لم يروا فيه وطنا حرا كريما، ولذلك الخيارات التي تبحث بها القوى السياسية اليوم يبدو ومن خلال مجلساتنا ولقاءاتنا المباشرة مع الثوار لا تطيب لهم. وقد قلناها مرارا وتكرارا، حاوروهم، اقتربوا منهم. ماذا يعني اليوم القوى السياسية تبحث تحت المجهر وتستنطق المحاكم وتذهب إلى البرلمان ويذهبون إلى القضاء ويخطون بالمختصين وبالخارجين من الدول الأخرى ليقولوا لنا ما هي ومن هي الكتلة الأكبر؟ إذا كانت القوى السياسية وبعد مرور أكثر من سنة على الانتخابات لا تعرف من هي الكتلة الأكبر، فكيف كنتم تقودون هذا البلد؟ وكيف تشكلت الرئاسات؟ وكيف كانت تمضي أمور الدولة؟ وكيف ظهر المرشحين؟ وكيف سلمت الرئاسات؟ هذه الثورة كشفت عن عمق المأساة الحقيقية التي كان يعيش هذا الشعب عندما كان في غفلة من أمره وثق بهذه القوى بأنها تكون المنقذ. واليوم وصلنا إلى مرحلة الحصاد الحقيقي، لأن الثورة ماضية في طريقها وما زالت ثابتة في خطاها. استطاعت أن تسقط الحكومة السابقة برغم كل المراهنات وبرغم كل التدخلات وبرغم كل القوى وكل الموت والقتل والاغتيال والترهيب والترغيب، استمرت الثورة وأسقطت حكومة. وهذا من أولى الإنجازات وليست الإنجازات كلها. بقي إنجاز في الطريق، كيف يتم اختيار رئيس الوزراء القادم أو المقبل؟ هل التظاهرات كانت تمثل قوى سياسية وبالتالي الدماء التي سالت حتى يخرج رئيسا من هذه الكتل، أم إن هذه الدماء الزكية الطاهرة التي سالت تريد مرشحا من الشعب، مرشحا يمثل إراداتهم؟ هذا الموقف الآن الذي نحن نقف على أعتابه يحتاج إلى أهل الحكمة، ويحتاج إلى أهل البصيرة، ويحتاج إلى الذين يخافون على دماء هذا الشعب من صدام محتمل
محتدم قد يأخذنا إلى مسارات لا نبغيها، لأن دماء أبنائنا طاهرة ونخاف عليها.